بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنستعرض كده برضو حاجة النهاردة من شغلنا كده بإذن الله، يا رب برضو تنال إعجابكم إن شاء الله. قطعة فيلة برضو دي زيرو، لم تستخدم بفضل الله عز وجل، جديدة لانجاي. حاجة تحفة، تشوف برضو مقاسها القطعة دي، مقاس 41 جديدة بورقها. شوف حاجة تاني برضو، قطع اندر ارمور، ماركه برضو شهيره ما شاء الله ومعروفه، جديده القطعه دي، مستخدمتش نهائي برضو. قطع بورقه، اتفرج عليها مع بعض كده. البراند ده جميل جدا ومرن جدا ومريح جدا، برضو من الحاجات الشياكة يعني. وكل يوم بإذن ربنا إن شاء الله يعني بدون مقاطعة، كل يوم هنعرض كل جديد. قطع ايه ورقها يا جماعة، القياس بتاعها 39. برضو قطع شياكة أوي، قطع ساوكن جديدة، حاول أظهرها أكتر، كله زيرو بفضل الله. ساعات بيدخل لنا شغل يزد، بس حتى اليزد بيبقى يزد يعني حالة الله أكبر يعني. الوانها المرياجة او التصميم الميكس الالوان يعني مع بعضيها حلو او جدا يعني ما شاء الله عليه. برضو دي زيرو، القطعة بتوضح نفسها هي ما شاء الله. شوف السايز بتاعها 39، قطعة جديدة شياكة، مبروك بقى على صاحب النصيب. وشكرا لمتابعتكم وبشكركم جدا والله، اي حد بيعلق لي برضو اشكره جدا على اهتمامه وعلى تفاعله معايا يعني. الحمد لله ربنا كرمنا بناس محترمة جدا، ناس احنا بنتشرف بيها يعني ابتداءً.